هل يمكن القول بعد سقوط أول شهيد في ظل الحكومة الحالية من أن هذه الحكومة يعني فقدت شرعيتها؟ الكلام مبكر عن أنه الحديث عن شرعية الحكومة، لكن للأسف أي حكومة تستخدم العنف ضد شعبها بهذه الطريقة وتخطئ الحسابات في عملية التعامل مع جيل جديد. اللي صار في تشرين هو ليس قضية لأشخاص معينين، وإنما هناك جيل جديد. هذا الجيل لم يعرف الظروف السابقة، خرج ليعبر عن نفسه، وهذا الجيل يتزايد يوم بعد آخر. واهم من يعتقد أنه يمكن القضاء على هؤلاء الشباب من خلال إجراءات أمنية. ربما هذا العنف يؤدي إلى عنف مقابل، وهذا ما لا نريده. نتمنى أن تستقر الأمور في مدينتنا، نتمنى أنه تستقر الأمور في البلد وتعطى فرصة لتحسين حياة الناس، لكن للأسف هذه هذه الطريقة بالتعامل تؤدي إلى إشكالات. وهم قبل 4 أيام تم اعتقال كرار الوجاني، تم اعتقال كرار الوجاني على قضية رفعها مدير بلدية سابق وتم إحيائها. ربما البعض يقول أن هذه قضية قانونية، تمام قضية قانونية، نعم. والشاب هو راح يسلم نفسه.